رأيك في مقترح قانون حبس الزوج 5 سنين لو اعتدى على زوجته بالضرب؟ الحبس؟ اللي هو يتحبس؟ استحق ال5 سنين طبعا، محدش يضرب واحدة ست في الأول وفي الآخر. قانون كويس، بس يعني مش فاهمة أصلا ليه الناس تضرب من الأول، بس لو هو ده يبقى يستاهل. أي حد يضرب مرة هيتحبس، يبقى البلد كلها تتحبس. لا طبعا مش قانون كويس كده. الزوج حتى لو هو خد العقوبة دي، يعني لما هيخرج هيكون واخد موقف. موضوع الحبس دوت ان يعني بترتب على البيوت وفي اطفال وفي عائلات، فاعتقد الموضوع صعب جدا. موضوع المدة دي كبيرة او مفيش حاجة اسمها الزوج يتحبس عشان اعتدى على مراته. هي كل ست تعرف تعمل مع زوجها، هي تعرف ازاي تخليه يمد ايده عليها، وازاي هي تخليه لا يحترمها حتى لو هو مش محترم. ايوه يستاهل، يستاهل 5 سنين. لا ما ينفعش طبعا 5 سنين، لا طبعا غلط. موافقه جدا. ليه موافقه جدا؟ لان مش من حقه ان هو يضربها، لان هما الاثنين بيكملوا بعض. هو عمل ايه جرمه في حياته عشان ياخد 5 سنين؟ ان هو شغال وشقيان وبيكافح على بيته، تمام، ياخد ليه 5 سنين؟ قتل، سرق، نهب. ايوه يعني قانون جميل هيحفظ للزوجه كرامتها. هل القانون ممكن يزود حالات الطلاق في المجتمع؟ ممكن يزود حالات الطلاق، واكيد يزود حالات الطلاق. ان عندك دلوقتي الشباب بقى خلقها ضيق، بقى في كبت، اقرب كلمه يقول لها انت طالق. ايوه هيخاف يتحبس. ضغوط الحياه اللي بيزود حالات الطلاق، ضغوط الحياه. لا مش القانون اللي بيزود بصراحه، هو العيشه الصعبه هي اللي بتزود نسبه الطلاق والخلافات والضرب. هو هيزيد حالات الطلاق بسبب حاجات كتير طبعا، لان معلش سلوكيات المجتمع كلها اتغيرت للأسوأ. هيزود حالة الطلاق طبعا طالما فيها حفظ الزوج. الضرب ما يحلش مشكلة يعني، بس لو قررنا ان احنا نحبس الزوج عشان خاطر ضرب مراته هيزود نسبة الطلاق. لا طبعا مش هيزود الكلام ده طبعا، استحالة. مش هيزود حالة الطلاق، الناس هتخاف، الرجالة هتخاف.